بعد ذلك المباراة الثانية اللي كانت في أيدي الفريق. نجي الآن في مباراة اليوم النصر، ونفس الشيء ترى ينطبق الأسلوب على النصر. يعني النصر الآن احنا شفنا احنا النصر الآن لاعبين، يعني حسام غالي كم عمره؟ حسام اتوقع في 36 سنة. 36 سنة. أنا أجيب لاعب كان عندي قبل 8 سنوات، أنا الآن أجيبه 36 سنة، وأنا الفريق النصراوي الوحيد اللي عنده أكثر لاعبين محاور. أجيب لي واحد محور. كم من عندي من محور؟ عندي حتى في منتخب الشباب. عندي غالب، لا أعير الدوسري. عبد الرحمن الدوسري، عندي سامي النجعي. خميس. عندي عوض خميس، عندي غالب، عندي الجبرين. عندي في الفريق الأولمبي طالع منه لاعبين. يستحيل إني أنا أجيب لاعب محور يعني. لا يمكن. يعني إحنا الآن اليوم زي مباراة اليوم، إحنا فقدنا الجميع. عشان اللاعبين الكبار الأجانب هذا. مشكلة الطرف الأيمن كان عندنا ما له وجود. اللاعب البرازيلي في الطرف الأيسر وين؟ ما شفناه حتى الكورة اللي صنعها الهدف من الجهة الشمال محمد السهلاوي. هو اللي طلع للطرف الشمال ولعب لها طيب. ليوناردو الكورة وهو عكس الكورة وسجلها جيبور. إذا يعني المشكلة وش هي؟ حتى في الفريق الهلاوي المدربين الاثنين يبدون خطأ. ممكن النصر يصلح بعض أخطائه ولكن متأخر، ولكن مدرب الاهلي يزيد الطين بله وبعدين النتيجه دائما يرجع للمباراه الثانيه. والمشكله وش هي؟ المشكله احنا الان ما صرنا نشاهد كره قدم صحيح. ممتعه اليوم بالنسبه للفريقين النصر والاهلي. ما هي هذه المباريات صحيح. اذا احنا بنستمر على يعني المستوى اللي شفناه اليوم واحنا متاهلين لكاس العالم صراحه. اذا بتقعد تتابع كذا بتقول